أهلا بكم. أعربت منظمة الصحفيات بلا قيود عن قلقها البالغ لما يتعرض له الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيا بصنعاء من تعذيب نفسي وجسدي منذ اختطافهم قبل عامين. المنظمة قالت إن المعلومات الجديدة تفيد بأن صحة الصحفي توفيق المنصوري المختطف في سجن الأمن السياسي بصنعاء تدهورت كثيرا، وإنه يعاني من أمراض في القلب وضيق في التنفس. من جهتها أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بيانا في ذات الموضوع عبرت فيه عن إدانتها للمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها الصحفيون المعتقلون، ودعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف عبث الميليشيا بحياة الصحفيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: كيف يمكن وقف تصعيد الميليشيا وإنقاذ حياة الصحفيين المعتقلين؟ وما هو الدور المنوط بالمنظمات الحقوقية والإنسانية تجاه المعتقلين؟ الصحفيون وغيرهم الآلاف من المعتقلين السياسيين والمدنيين يقبعون في سجون الانقلاب الميليشياوي في ظروف احتجاز سيئة للغاية، فيما لا يعرف أحد ما يجري لهم، وهو ما جعل الحكومة الشرعية تطالب بضغط دولي على الميليشيا للكشف عن مصيرهم. قبل أن نبدأ نقاشنا نذهب وإياكم مشاهدينا الكرام لمشاهدة هذا التقرير. الصحفيون المختطفون في سجون الميليشيا ملف مفتوح على الألم، تزداد صفحاته الدامية والمحزنة يوما بعد آخر. الاختطاف كان أول مراحل انتهاكات الميليشيا، ليتطور الأمر بعد ذلك إلى الإخفاء القسري لعشرات الصحفيين الذين أصبحوا يواجهون الموت البطيء في مصيرهم. لا أخبار عن أوضاعهم سوى ما يرشح بين الحين والآخر من ألم ينهش أجسادهم السجينة نتيجة ما يعانوه من تعذيب نفسي وجسدي. آخر ما وصل إلى وسائل الإعلام هو تدهور حالة الصحفي توفيق المنصوري المختطف في سجون الأمن السياسي في صنعاء، والذي بات يعاني من مرض القلب والجهاز التنفسي بحسب ما نصت عليه الأخبار والبيانات. المنصوري وقبله عبد الخالق عمران ومعهم الكثير سجناء بلا تهم وضحايا بلا قضية، سوى أنهم صحفيون في زمن الميليشيا التي ترى في الصحافة جرما وجناية لأشهر عدة. وهؤلاء النسوة من أمهات المعتقلين يجبن شوارع العاصمة وأمام مقرات المنظمات الدولية، بحت حناجرهن وتسمرت أقدامهن واستنفذن كل خيارات المظاهرات السلمية والأعراف القبلية دون فائدة أو استجابة من قبل الميليشيا التي صمت آذانها أمام الأنشطة السلمية والمناشدات الإنسانية والحقوقية. مجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام. ينضم إلينا الآن من عدن عضو منظمة الصحفيات بلا قيود والمسؤول الإعلامي فيها الأخ زكريا أو الأستاذ زكريا الحسامي. أهلا بك أستاذ زكريا. أهلا وسهلا، مرحبا بك أستاذ زكريا. ما هي آخر المعلومات المتوفرة لديكم عن وضع الصحفي؟ ما هي آخر تقارير بهذا الخصوص؟ بالنسبة للمعلومات حتى الآن التي حصلنا عليها في منظمة الصحفيات بلا قيود تفيد أن هناك ثلاثة من الزملاء الصحفيين وهم عبد الخالق عمران، نادر الصلاحي، وتوفيق المنصوري، أنهم لا يستطيعون الحركة. يعني كل كافة الصحفيين المعتقلين حتى الآن حسب المعلومات كل يعانون من معاملة في غاية في معاملة سيئة. هذه المعاملة كل المعتقلين الصحفيين الذين في سجون الميليشيات في صنعاء يتعرضون لعملية تعذيب نفسي وتعذيب جسدي، وكذلك المعاملة السيئة التي تلقاها المعتقلين. هناك يمكن حسب المعلومات أن كافة جميعهم يعانون من أوضاع صحية سيئة وتدهور كبير في حالتهم الصحية، ويحتاجون إلى نقلهم إلى المستشفيات للعلاج بصورة عاجلة وبشكل سريع. نعم، إذا أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ زكريا. ينضم إلينا الآن من جنيف عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الأستاذ نبيل الأسيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم أستاذ نبيل. إذا وضع صعب بالنسبة للصحفيين اليمنيين بداخل السجون، سجون ميليشيات الانقلاب. هذا الأمر بالنسبة لكم في نقابة الصحفيين كيف يتم التعامل معه؟
ما يتعرض له زملائنا الصحفيين هو يعتبر من أبشع الجرائم التي يتعرض لها الصحفيين خلال عقود كثيرة. ما يحدث الآن هو جريمة في حق الإنسانية وجريمة في حق الصحافة والصحفيين. لم تشهد اليمن توحشا ضد الصحافة والصحفيين مثل ما يحدث الآن. هذه الميليشيات للأسف الشديد أصبحت بلا شرف وبلا أخلاق، وهي تتعامل مع الصحفيين بهذه الطريقة البشعة. أولا تم اختطافهم بدون أي مصوغ قانوني، وتم احتجازهم لفترات طويلة دون أن يكون هناك مبرر، إضافة إلى إخفائهم القسري بين فترة وأخرى، منع الزيارة عنهم. المعلومات تؤكد أن الكثير من الزملاء مصابون بالكثير من الأمراض جراء اعتقالهم في البدرومات وفي أماكن فيها الصرف الصحي وفي أماكن غير مناسبة حتى للاعتقال وحتى للأعداء وحتى لسجناء الحرب أيضا. الكثير من الزملاء يعني ما فيهم توفيق المنصوري وعبد الخالق عمران وأكرم الوليدي وعبد الباسط القاعدي أصيبوا بإصابات مختلفة. كل الزملاء مصابين بالروماتيزم ومصابين أيضا بأميبيا حادة جراء الفترة الطويلة لسجنهم، إضافة إلى أمراض الصدر وغيرها من الأمراض التي تسببت فيها الاعتقال الطويل. إضافة إلى نقطة رئيسية هي التعذيب الممنهج الذي تعرض له الصحفي خلال الفترة الماضية. هناك أولا عرضهم على الكلاب البوليسية، تعليقهم من أقدامهم، ضربهم بشكل مستمر، حتى أن الزميل صلاح القاعدي تدمى رأسه من الضرب الدائم، إضافة إلى سجنهم في زنزانات انفرادية وصب الماء عليهم. كثير من هذه الجرائم هي تعتبر جرائم وفق القانون الدولي، تعتبر جرائم ضد الإنسانية. هذه الجرائم أولا لا تسقط بالتقادم، هم يعتقدون أن المفاوضات القادمة أو أي مفاوضات قادمة ستمنحهم الحصانة. نحن نعز زملائنا ألا نمنح الحصانة لكل من انتهك هذه الجريمة البشعة في حقهم. للأسف الشديد هناك تخاذل دولي كبير إزاء الصحفيين، لقد تخلى المجتمع الدولي عن الصحفيين وعن الزملاء المعتقلين ولم يفعلوا لهم أي شيء حتى الآن. طيب يعني هم لماذا أو تحت أي تهمة يعني يقوم الحوثيون بتعذيب هؤلاء الصحفيين؟ هل هناك نوع من المحاكمات التي يقومون بها لهم؟ هل هناك أي جهود في سبيل إخلاء سبيلهم؟ ما هي؟ حدثنا عنها. للأسف الشديد الأمر واضح جدا. نحن نتعامل أولا مع ميليشيات التي لم تعترف حتى بقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها، هي تتعامل بصلاح. حينما قال محمد عبد السلام بأنه لا يوجد لديهم معتقلين سياسيين أو صحفيين، كنا نعرف أنهم سيريدون أن يلفقوا لهم الكثير من التهم التي تجعلهم مدانين جنائيا. لكن في الأساس هذه الميليشيات ليست لها أي صفة ضبطية أو قانونية، وحاولوا إحالتهم إلى المحاكمة أكثر من مرة ووصفهم بالعملاء والخونة وغيرها وتقديم الإحداثيات والتهم الواهية والغبية التي دائما ما يرددونها بأنهم مرتزقة وما إلى ذلك. الأمر الأكثر بشاعة هو أن يتم محاولة ابتزاز سياسي وضع الصحفيين كإحدى أدوات الابتزاز السياسي في المفاوضات، وبأن يجعلهم أسرى حرب أو لتبادل صفقات الأسرى الذين لديهم وغيرها من الآليات التي تتوافق مع أهوائهم السياسية في مفاوضاتهم القادمة أو المفاوضات السابقة. بالتالي الجريمة مركبة لدى الميليشيات، أولا الاعتقال والاختطاف والتعذيب وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي يحاسب عليها القانون الدولي، بالإضافة إلى وضعهم كأدوات ابتزاز سياسي. المعلومات الأخيرة أكدت لنا أنهم قالوا بالحرف الواحد لن نطلق سراحكم إلا باتفاق سياسي واضح، ولن تكونوا سوى أسرى حرب وسنبادلكم بالأسرى. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. أعود إلى السيد زكريا الحسامي. أستاذ زكريا، أنتم في منظمة صحفيات بلا قيود، هل هناك إحصائيات
حول أعداد الصحفيين المعتقلين داخل سجون ميليشيات الانقلاب، وكذلك في يعني معتقلين ولا تعرف معلومات عنهم في اليمن عموما؟ منظمة صحفية بلا قيد كان لها تقرير سنوي، أصدرت تقرير عن حالة الحقوق الصحفيين للعام 2016، رصدت أن هناك أكثر من يعني قرابة 17 صحفي المعتقلين لدى ميليشيات الحوثي. في هناك معتقل الصحفي وحيد الصوفي وهو لا زال حتى الآن من ضمن المخفيين قسرا، ولا يوجد معلومات أو تفاصيل عن مكان تواجده. بالنسبة لمنظمة صحفية بلا قيود، هي تدين هذه المعاملات السيئة التي يتعرض لها المعتقلين الصحفيون والمعاملات الإنسانية، كما تحمل جماعة الحوثي وصالح المسؤولية الكاملة عن سلامة حياتهم. ميليشيات الحوثي ارتكبت العديد من الجرائم بحق الصحفيين، ومن تعذيب وقتل، فقد الصحفيون حياتهم في ظل منذ انقلاب هذه الميليشيات على الدولة. نعم. هناك جريمة ارتكبتها الميليشيات، وهي جريمة خطيرة. استخدمت الميليشيات الصحفيين كدروع بشرية، وهو ما حصل للزميلين عبد الله قابيل ويوسف العزيري في أنه تم وضعهم في منطقة كانت تستخدم لتخزين السلاح، وتم وضعهم فيها واستهدفوا من قبل الطيران. هذه جريمة غير مسبوقة، وانتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية بحق المختطفين، بل يعد هذا العمل عملا إرهابيا. نحن نخشى الآن للأسف الشديد أن هناك عشرات من الصحفيين معتقلين، وهناك ممارسات خطيرة، وهذا يعد من أحد الأساليب المتعمدة التي تتعمد إليها الميليشيات من أجل تصفية الصحفيين. يعني ما يحدث الآن للمعتقلين الصحفيين هو أساليب وأسلوب طيب. لتصفية حياتهم. وضحت الفكرة أستاذ زكريا، لكن في عموما يعني أنتم الآن عندما تصدروا تقارير، تصدروا بيانات، هل تؤثر حقيقة؟ كيف توصلونها للمجتمع الدولي، المنظمات الدولية، الفاعلين الدوليين، بما أن الوضع في البلاد القانوني يعني غير نافذ بسبب انقلاب الميليشيات؟ هل تجد هذه التقارير صدى لدى هذه المنظمات الدولية والفاعلين الدوليين؟ دور منظمات المجتمع المدني هي عملية الرصد والتوثيق وعملية إصدار البيانات الصحفية والبلاغات الصحفية، وهنا هذا الدور لا الدور رئيسي ومهم بالنسبة للمنظمة، يعني بالنسبة لعملية مناصرة قضايا حقوق الإنسان. هذا يعتبر جزء أساسي في عملية المناصرة، في عملية مناصرة قضايا حقوق الإنسان ومنهم قضايا الصحفيين. ما تقوم به المنظمات هو عملية رصد وتوثيق، ثم إصدار البيانات عن الحالات الصحفية، ويلي ذلك الدعوة إلى حمايتهم، عملية ممارسة الضغط أو الدفاع عن حقوق الصحفيين بشكل كامل. يعني أما لكن للأسف الشديد المنظمات الدولية وعلى رأسهم الأمم المتحدة والمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان لا تتعامل بإيجابية في ملف فيما يخص الصحفيين الآخرين. يعني لم يكن هناك تحرك جاد وجدي لممارسة ضغط على الميليشيات في أقل الواجب للضغط عليها لتوفير معاملة حسنة يعني. نعم. لهم في المعتقلات. نعم. إذن أشكرك المسؤول الإعلامي لمنظمة صحفيات بلا قيود الأستاذ زكريا الحسامي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، المنظمة دعت أو نقابة الصحفيين اليمنيين عفوا دعت المنظمات الحقوقية إلى التدخل لوقف عبث الميليشيا بحياة الصحفيين، ما هو هذا التدخل المطلوب أستاذ نبيل؟ أولا يجب الإفراج عنهم دون قيد أو شرط، هذه إحدى أولويات التفاهم مع تلك الميليشيات، إطلاق الصحفيين والاعتذار للصحفيين ومحاسبة كل من قام بعملية الانتهاك، وهذا لا يتأتى إلا بإيجاد قانون العدالة الانتقالية التي تمنح الضحايا الحق في مقاضاة
منتهكيهم والمعتدين عليهم، وبالتالي هذا لا يتأتى إلا بقانون. هناك للأسف الشديد قصور شديد في هذا الجانب، ما حملته الحصارة للنظام السابق والسياسيين السابقين في هذا الإداء جعلتهم محميين من أي إجراء لابد من إسقاط هذا الجانب. بالإضافة إلى أن يعني القانون الدولي الذي أصدره القرار الدولي الذي أصدره مجلس الأمن رقم 22-22 والخاص بعدم الإفلات من العقاب يجب أن يتم تطبيقه، بمعنى أن الخاص بأن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أماكن النزاعات والصراعات ويعتبروا محميين، وأن الانتهاكات الصادرة ضدهم أو من قام بالاعتداء عليهم يجب معاقبتهم وعدم إفلاتهم من العقاب. نحن نطالب بتنفيذ القانون الدولي في هذا السياق، هذا الأمر الأهم. لكن للأسف الشديد دعونا نكون واضحين جدا، السقف السياسي في التعامل مع القضية اليمنية طغى على الجانب الإنساني والحقوقي والصحفي في هذا السياق. للأسف الشديد كان هناك رأيا يتعامل مع القضية اليمنية بتفاعلاتها الإقليمية والسياسية وما إلى ذلك، وفي ظل تناسي شديد للقضية الإنسانية والإغاثية وأيضا الانتهاكات التي يتعرض لها مختلف شرائح المجتمع اليمني بما فيها شريحة الصحفيين الذين يعتبرون هم أكثر الشرائح التي دفعت الضريبة. يعني دعونا نتحدث بالأرقام، هناك 20 صحفيا تم قتلهم خلال عامين، وهذا رقم كارثي يجعل اليمن في مصاف الدول الأكثر خطرا على الصحفيين في العالم. وأيضا اليمن عادت إلى المستوى العاشر في الدول الأكثر يعني انتهاكا للحريات الصحفية في العالم، إضافة إلى اختطاف أكثر من 140 صحفيا لفترات مختلفة خلال العامين، أكثر من 130 موقع إخباري تم حجبهم يعني محلية وعربية ودولية، إضافة إلى أكثر من 25 حالة يعني ما يسمى بمحاولة اغتيال للصحفيين، أكثر من 40 حالة إصابة للصحفيين بطلقات الرصاص والاعتداء المباشر، الكثير من الانتهاكات بما فيها الاختطاف والاعتقال والتعذيب. يعني نقابة الصحفيين رصدت العام الماضي 12 حالة تعذيب للصحفيين، وهذه العام 10 حالة تعذيب للصحفيين كانت كل مجملها ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح. هذه الأرقام لا تكذب، 80% في عام 2015 ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح، بقية الانتهاكات 20% ارتكبتها يعني الحكومة الشرعية وأيضا قوات التحالف وأيضا المسلحين المجهولين. في عام 2016 66% من حالات الانتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح. حينما قال عبد الملك الحوثي في خطابه المباشر أن الصحفيين والمثقفين والإعلاميين أكثر خطرا على عليهم من المقاتلين في الميدان، كانت نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين قال بالحرف الواحد أن هذه دعوة للقتل ويجب محاسبة عبد الملك الحوثي على ما قاله. إذن أشكرك أستاذ نبيل السيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، إذن ذكر لنا أستاذ نبيل السيدي عدد من الإحصاءات المتعلقة بالصحفيين، لكن هذا الوضع ليس فقط للصحفيين، هناك معتقلون من الصحفيين من السياسيين من الأناس العاديين حتى في سجون الميليشيا. الحكومة بشكل عام كيف تتعامل مع قضية المختطفين في سجون الميليشيات؟ بداية مرحبا بقناة بلقيس، ومن خلالكم أيضا أرحب بالزميلين العزيزين زكريا والأستاذ نبيل الأسيدي. ونحن نتابع جهود هذه المنظمات والنقابات فيما تقوم به في هذا الإطار. نحن في وزارة حقوق الإنسان وطيلة الشهر المنصرم كان لنا تحرك إقليمي ودولي نعتقد أنه كان جيد بشكل أو بآخر، ومن خلال تقرير أعدته الوزارة يشمل الانتهاكات الحقوقية في اليمن
قامت الوزارة بإعدابه عن فترة العامين المنصرمين من انتهاكات هذه الميليشيات. فقد رصدنا العديد من الحالات الانتهاكات الحقوقية والتي شملت في هذا المجال. على سبيل المثال أن لدينا قرابة 17,000 حالة اعتقال واحتجاز وإخفاء قسري. هذا الرقم المهول يأتي الآن في هذه الفترة ليضع وبشدة ناقوس خطر نقدمه للعالم بالأجمع بشاعة هذه الميليشيات بتعاملها مع الحقوق والحريات. هذا الرقم المهول اليوم يناشد كل الجهات الدولية التدخل والعمل من أجل إنقاذ هؤلاء. نحن نقول أننا من خلال أولا اللجنة العربية لحقوق الإنسان في الجامعة العربية والتي بدأنا مع التي حضرنا اجتماعاتها في بداية شهر مارس أو نهاية فبراير بداية مارس، ثم حضورنا في مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 والتي انتهت في يوم في 24 مارس الماضي، بالإضافة إلى أننا قمنا بالعديد من الندوات والاجتماعات كان في النادي السويسري للصحفيين ومع بعض المنظمات الدولية والهيئات الرسمية الحكومية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا. حاولنا أولا أن نطلع العالم بأجمعه على هذه الانتهاكات، وأيضا أن نطالب بضغط أكبر وأن لا نتحدث في الشأن الحقوقي بعين سياسية. نحن نتحدث اليوم بعين كل أولئك النسوة التي عرضتم صورهن، وهن يقوم يعني يسهرن ليل نهار من أجل المطالبة بالإفراج عن أبنائهم. نعم. طيب يعني أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. تنضم لنا من صنعاء الآن نجلاء أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين. أهلا بك سيدة نجلاء. ما هي آخر المعلومات لديكم أنتم كأهالي معتقلين، كأهالي كمنظمة أمهات المختطفين أو رابطة أمهات المختطفين، حول أبنائكم أو إخوانكم الموجودون بداخل معتقلات ميليشيات الحوثي؟ لا جديد سوى استمرار المعاناة التي يعانيها أبناؤنا المختطفين داخل السجون، غير أنه في سجن الأمن السياسي تم إحالة 36 مختطف فيهم الأكاديميون والتربويون وطلاب الجامعات، تم إحالتهم للتحقيق معهم في النيابة بتلفيق تهم إجرامية عليهم، تهم لا تقوم بها إلا عصابات إجرامية، تهم كيدية لا ليسوا منها في شيء، هم مجرد أكاديميون وتربويون وطلاب جامعات وشباب مثقف، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون أحد منهم قد اقترف مثل هذه الجرائم الجسيمة التي تم التحقيق معهم، في عدم وجود محامين ولا موكلين بالدفاع عنهم في تلك الجلسات في جلسات التحقيق. هل إلى الآن تم سمح لكم بزيارة المعتقلين باستمرار؟ هل تم سمح لكم بزيارة المعتقلين إلى السجون؟ ليس كل المعتقلين يسمح لنا بالزيارة، الكثير منهم حرم من الزيارة أو منع أهلهم من الزيارة، وخاصة في الأسبوع الماضي في سجن الأمن السياسي الكثير من المختطفين والمعتقلين تم رفض طلب أهاليهم بزيارتهم أو التواصل معهم، وخاصة الذين أحيلوا للتحقيق معهم. تحت أي تهم أو بالنسبة لمن تختطفه ميليشيات الحوثي أو تقوم باعتقاله بشكل أو بآخر، ما هي التهم التي توجه لهم بالنسبة لكم أنتم يعني وتعلمون عنها أنتم في الرابطة؟ جماعة الحوثي وصالح لا تعجز عن تلفيق التهم وتوزيعها على المختطفين بتهمة الدواعش، بتهمة الإضرار بالأمن العام، بتهمة القيام بعمليات اغتيالات، بتهم تأييد عاصفة الحزم. الجماعة لا تعجز عن توزيع التهم على المختطفين من شتى أصنافهم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ نجلاء أحمد. أعود إلى وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، هناك اتهامات كثيرة للحكومة أنها تهمل ملف المعتقلين بشكل أو بآخر، هل هذه الاتهامات يعني تجد يعني لها منطقية بالنسبة لكم، أو كيف تقيمون أنتم عملكم بالنسبة للوضع الصعب و
حجم الاعتقالات الكبير وحجم الاختطافات الكبير والانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان في اليمن؟ أخي العزيز، مهما قدمت الحكومة في هذا المجال يظل في الأخير لدينا، عندما نتحدث عن 17,000 معتقل ومحتجز ومخفي قسريا، فإننا بالمقابل نتحدث عن هذا العدد كأسر. من يعذبون في الاعتقال ليسوا هم فقط من يعذبوا، من يعذب أيضا يعذب معهم أسرهم وأهاليهم، يعذبون معهم من خلال حيرتهم والبحث عنهم والتنقل من مكان إلى مكان وإذلالهم في عملية هذا البحث. هؤلاء جميعا ماذا تنتظر أن يروا؟ هل سيروا يعني كل ما يمكن أن تقدمه الحكومة في الأخير إذا لم يفرج عن هذا المعتقل أو المختطف؟ سيظل في نظر هؤلاء أن هناك تقصير سواء من الحكومة أو من المجتمع الدولي أو من أي مكان. في الأخير لا يهم هذه الأسر إلا أن يروا أبنائهم. عندما تصل هذه الميليشيات من الإمعان في الإذلال إلى أن تصل أن تختطف الشخص وتعتقله وتعذبه ويموت بين أيديهم، ثم تقوم بالمساومة مع الأهالي لبيع الجثة، يعني تبيع لهم جثة ابنهم من أجل أن يستلموها ليكرموها بالدفن فقط، هذا التصرف السادي الجنوني بالتأكيد سيكون لدى هذه الأسر هذه المعاناة. طيب الدائمة. حضرتك تحدثت عن نوع من يعني النوع من الأعمال التي تقوم بها أو أعمالكم بخصوص ملف حقوق الإنسان، لكن هناك الكثير من يتساءل عن الخطة المستقبلية. ما هي الأمور التي ستعملون بها مستقبلا حتى تصل قضية المعتقلين وقضايا الانتهاكات في اليمن بشكل أكبر إلى المجتمع الدولي؟ وهناك اتهامات كما تحدثنا أنها كثيرة لكم في يعني بجانب من التقصير. بالتأكيد نحن سنبذل كل ما نستطيع، لكن نعتقد أننا أولا نريد أن نفصل أو تكون رسالتنا واضحة للمجتمع الدولي ولهذه الميليشيات. هناك فصل بين الجانب السياسي والجانب الحقوقي. هؤلاء الناس يجب أن يعوا ويفهموا أنهم لن يمروا بمثل هذه الجرائم ولن تسقط. هذه الجرائم ستظل جرائم قائمة، وإذا لم يتم الإنصاف فيها على المستوى الداخلي فإن هناك أساليب أو جهات دولية من حقها الإنصاف للأهالي. اليوم المحكمة الجنائية الدولية وبحسب نظام روما الأساسي تؤكد أنه من حق أي إنسان، أي أسرة، أي فرد يحق لها تقديم ملف حول ما حدث، وبالتالي سيكون من ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية أن تطلب هؤلاء عبر الانترفول الدولي وتحاكمهم. يجب أن يفهم هؤلاء أن مزايداتهم أو تفكيرهم الأعوج بأن هذه الجرائم قد تسقط في يوم من الأيام، هذا كلام غير صحيح، وبالتالي الجريمة لا تسقط بالتقادم والإنصاف قادم إن شاء الله. أشكرك نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى أستاذة نجلاء أحمد. أستاذة نجلاء، ككلمة أخيرة، ما هي رسالتك لمن هو مختطف بداخل يعني سجون ميليشيات الحوثيين، للحكومة، لبقية المواطنين اليمنيين؟ ما الذي تودين أن تقولي في هذه الكلمة الأخيرة؟ سأبدأ من الحكومة يا أستاذ، بحكم أن الأستاذ الذي كان معكم هو ممثل الحكومة الشرعية. أنا أقول أن الحكومة الشرعية تمتلك منابر التخاطب مع العالم من خلال السفارات ومن خلال المنظمات الدولية والمنظمات الأممية التي لها تمثيل فيها. نحن لا نجد أن الحكومة الشرعية قامت بواجبها في التعريف ووضع قضية المختطفين كقضية أساسية في التعامل مع المنظمات والدول والهيئات الأممية وغيرها. نحن نجد أن هناك قصور في التعامل مع قضية المختطفين، لأن الحكومة الشرعية تملك منابر لا يملكها أحد سواها. الحكومة الشرعية أحيانا تضع قضية المختطفين قضية سياسية معرضة للابتزاز والمساومات والمداولات السياسية بين أطراف النزاع، لا ولا تعتبرها قضية إنسانية 100% يجب أن تعمل لها وأن تقوم بواجبها تجاهها. فأنا أدعو أولا الحكومة الشرعية إلى أن تقوم بواجبها تجاه قضية المختطفين، وأن لا تجعل منها قضية للمساومات السياسية بين الطرفين.
الرسالة الثانية التي أوجهها للقيادات المجتمعية والوجهات وجهات القبيلة اليمنية الذي وجدنا منهم الخذلان مع الأسف في هذه القضية. لن نجد ذلك التحرك الذي يليق بقضية المختطفين وهم من شتى أنحاء اليمن ومن مختلف القبائل اليمنية. لم نجد ذلك التحرك الذي يليق بهذه القضية. أما بالنسبة للأهالي فأنا أقول لهم لكم كل الشكر، لكم كل التقدير، وأنتم تتحملون مثل هذه المعاناة وأنتم ترون أبنائكم المختطفين في السجون وفي المعتقلات يتحملون كل هذا العناء، ومع ذلك ما زلتم في الصبر والمصابرة، فلكم كل الشكر والتقدير. ماذا عن من هم في المعتقلات أستاذة نجلاء؟ نعم، من هم في المعتقلات إذا تسنى لهم أن يسمعوا كلامك؟ مع الأسف يا أستاذ لن يتسنى لهم سماع مثل هذا الكلام. نحن ننقل لهم في زيارتنا لهم كأهالي وكأمهات المختطفين، ننقل لهم تحايانا، ننقل لهم إعجابنا الشديد واعتزازنا الكبير وفخرنا الشديد بهم، وهم يتحملون كل ذلك العناء وكل تلك المعاناة في تلك السجون صابرين شم الأنوف، لم يكلوا ولم يملوا عن المطالبة بالحق والعدل وهم في تلك السجون. أشكرك أستاذة نجلاء أحمد، عضو رابطة أمهات المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي والإنقلابيين بشكل عام، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي أنا وجيه سمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.